الشامل للتغريدات في قراءة الأحداث وتوثيقها بموضوعية وواقعية. بينما الاختلاف سائد وكبير بين المذاهب والأديان، إلا أن دعوته للتقارب برزت خلال تغريداته التي بيّن فيها اتفاق الأديان على وحدانية الله. وأما نسبة الألوهية إلى أنبيائه كما ينسبها للمسيح عيسى عليه السلام، مستدلين بذلك بلفظ الابن الذي يضاف إلى اسم الله ابن الله، ادعاء غير صحيح، فإن الإضافة إلى الله كما في أبناء الله، أهل الله، عيال الله، أحباب الله، لا تعني نسبة الألوهية لهم، فإضافتهم إلى اسم الله من باب التشريف، فهم مخلوقون ومملوكون، ليسوا آلهة، وبالاستدلال في العهد القديم والجديد وفي القرآن. وبدأ المرجع الصرخي تغريداته عبر تويتر بعدة عناوين، منها المضاف إلى الله مخلوق مملوك مشرف، المضاف إلى الله مخلوق مملوك مشرف، العهد الجديد التوحيد لا إله إلا الله. الحماية الدولية من الجريمة وتناطح الأشرار. ومع انطلاق تظاهرات تشرين الشبابية في بغداد وعموم المحافظات، وما تعرض له الشباب من قمع وقتل وخطف وتعذيب، غرد المرجع تحت عنوان الحماية الدولية من الجريمة وتناطح الأشرار، موجها نداءه للشباب على نحو الرأي والتنبيه لإبراء الذمة، مذكرا إياهم أولاً بضرورة استغلال الجموع المليونية لإنهاء المآسي والويلات، وعدم إضاعة الفرصة، لأن إضاعة الفرصة غصة كما يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام. وقال بهذا الصدد: لا يخفى أن التخاذل والتراجع يعني الضياع والموت والانتحار. ثانياً، ضرورة أن تصدح الأصوات للمطالبة بالحماية الدولية، لأن نزيف دماء الأبرياء مستمر دون رادع ولا محاسب. تدخل أممي لإنقاذ وحقن دماء الشباب اللي جاي. رفعنا علم الأمم المتحدة بعد يأس المتظاهرين في كافة ساحات التظاهر من الحماية، لأنه الدولة ما توفر لنا حماية. الدولة تقتلنا في النهار والميليشيات يقتلوننا في الليل. ولاية الفقيه ولاية الطاغوت. وانتقل المرجع إلى بحث جديد عنوان ولاية الفقيه ولاية الطاغوت، أكد خلالها أن دعوى إقامة حكومة وسلطة سياسية باسم الإسلام قبل قيام المهدي عليه السلام ودولته تعتبر دعوى باطلة ومخالفة لمنهج وولاية أهل البيت عليهم السلام، القائمة على العلم والتقوى والوسطية والاعتدال والأخلاق. إلى الشباب الدين الأخلاق وتحرير العقول. كورونا كوفيد 19. ومع الظروف الطارئة لوباء كورونا كوفيد 19، غرد المرجع مخاطبا الشباب حول تلك الجائحة وتأثيرها في كشف القناع عن مدعي التدين وبيان خوفهم على دنياهم. فبعد أن أسسوا لخرافات باسم الدين والحسين عليه السلام، الناس تخلى عن مراجعة الاختصاص بالطب، فدراهم سارعوا لإغلاق المساجد والحسينيات والمراقد، بينما كان بمقدورهم إقامة صلاة الجماعة والصلاة مع الالتزام بشروط الوقاية الصحية الصارمة من ارتداء الكمامة ولبس الكفوف وتعقيم اليدين وغسل اليدين بالماء والصابون، كما حصل مع المكاتب التابعة للمرجع الصرخي التي لم تنقطع عن أداء الصلاة، صلاة الجمعة وصلاة الجماعة وجميع الفعاليات والمجالس والأدعية مع الالتزام بالشروط الصحية الوقائية. في زمن انتشار وباء كورونا، مع أول حالة سجلت في العراق لكوفيد 19، ترى أن السيد الحسني ومكاتب مرجع السيد الحسني كانت تلزم جميع الوافدين بارتداء الكمامات ولبس الكفوف وتعقيم اليدين والمحافظة على التباعد الاجتماعي. لكن
ما الذي حصل؟ منعوا الناس من القدوم والوفود للمساجد والحسينيات، ومنعوا أيضا دفن الموتى المتوفي بوباء كورونا فيروس كوفيد 19، منعوه أن يدفن في مقابر الأهل، مقابر المسلمين، ودفنوا بمقابر غريبة وحيدين عن وبعيدين عن أهلهم، مع الانتهاك الصارخ لحرمة الموتى. لماذا؟ لأنهم لم يستشيروا الإخصائيين. وفي الأيام الأخيرة صدر كتاب من وزارة الصحة بأن لا مانع من دفن الموتى في قبور الأهل مع الالتزام بالشروط الصحية، ومع العلم أن المتوفي بكورونا يختلف عن الحي المصاب بكوفيد 19. الحي المصاب بكوفيد 19 ينقل المرض وينقل الفيروس عن طريق العطاس، عن طريق القحة، وعن طريق الملامسة، وترى الممرض يدخل عليه والطبيب يدخل عليه لإعطائه العلاج وتشخيص الحالة مع الالتزام بالشروط الوقائية. لكن ماذا حصل؟ حصل ثم نقول الاستخفاف بحرمة الميت ودفنوا بعيدين عن مقابر المسلمين. ومن العناوين التي جاءت في تلك التغريدات، أولاً كورونا كوفيد 19 بلاء وابتلاء وكشف للقناع، ثانياً كورونا رعب من الصين إلى أمريكا مروراً بإيران. أستاذنا الصدر غير معصوم، وواصل المرجع أبحاثه عبر تغريداته في تويتر مناقشاً أبرز الشبهات وأخطرها، ألا وهي الشبهة السلوكية التي روجت ونسبت العصمة للصدر الثاني رضي الله عنه، مبيناً بطلان ادعائهم وسخف انحرافهم وخطورة سلوكهم الإجرامي. بيّن المرجع ذلك خلال بحثه بعنوان أستاذنا الصدر غير معصوم. قال الأستاذ في تغريدته: الصدر نفسه قد نفى العصمة عن نفسه مراراً وتكراراً بقوله أنا غير معصوم، فضلاً عن الأخطاء والهفوات العديدة التي وقع فيها الصدر رضي الله عنه، سواء في قراءة الآيات القرآنية بشكل خاطئ أو في اللغة وحتى الأمثال الشعبية، كذلك في الثغرات والإشكالات العلمية الحاصلة في أبحاثه في الموسوعة ومنة المنان والشذرات وغيرها التي استغلتها السلوكية لتؤسس لشبهاتها وعقائدها المنحرفة وإجرامها، والأغرب من ذلك عدم اطلاعه على مصادر التأريخ أو عدم فهمه للوقائع والأحداث التأريخية التي حصلت في زمن غيبة الإمام المهدي عليه السلام والسفراء الأربعة، بينما كان للمستشرق إدوايت رولانسون في كتابه عقيدة الشيعة قراءته وتحليله وفهمه الأدق والأشمل من الصدر، كون المستشرق اعتبر أن فترة الغيبة كاملة مليئة بالظلم والقتل وسفك الدماء، إلا أن الصدر خصص الظلم وسفك الدماء بعصر السفير الرابع السمري، ورتب على إثر ذلك انقطاع السفارة وإنهاء الغيبة كلياً. أستاذنا الصدر العرفان اضطراب. وحول ادعاء الصدر الثاني العرفان لنفسه وأنه شيخ المشايخ والزعيم الأوحد للعرفان ولديه اتجاه باطني، حيث صرح بذلك في أكثر من مناسبة ولقاء في الحنانة، وكما هو موثق في مواعظ ولقاءات، أصدر المرجع بحثه بعنوان أستاذنا الصدر العرفان اضطراب، بيّن خلاله عدم صحة عرفان الصدر، مؤكدا حصول الاضطراب والوهم فيما كان ينسبه لنفسه من عرفان. يعتمد السيد صدر رحمة الله عليه على جلسات تحضير الأرواح والجن مصدرا في التاريخ والعقيدة، كما أن تصريحه لنفسه بالعرفان يعد من أوضح مصاديق الرياء، فكيف يجتمع التصريح بالعرفان والرياء والتباهي به مع قوله أنه سر بين العبد وربه؟ وكيف تجتمع دعواته تلك بالمشيخة والعرفان وزعاماته وترويجه له مع قوله أن العرفان الباطن من عمل الجاسوسية وأنه لا يريده الله وأهل البيت ولو أرادوه لأمرونا به؟ هذه من القضايا الواضحة والتناقضات التي وقع بها السيد صدر رحمة الله عليه. عمر رضي الله عنه، إيوان كسرى بين الدين والتنجيم. ومع الساعات الأولى من محرم الحرام لعام 1442 للهجرة، شرع المرجع في كتابة بحث آخر وجديد بعنوان عمر رضي الله عنه، إيوان كسرى بين الدين والتنجيم. بدأ فيه باستحضار موقف أهل العراق وخذلانهم للإمام الحسين عليه السلام بعدما بعثوا إليه بالعهود والمواثيق لنصرته،
من الباحثين والكتاب وعموم القراء والمتابعين المهتمين بالمنهج الموضوعي في القضايا التاريخية والعقائدية. هذا البحث والتغريدات المتعلقة به وما يؤكد ذلك والتفاعل مع الهاشتاج بتويتر المتعلق بالبحث. عمر أنقذ العراق من المجوس وتصدر الترند ولأكثر من يومين، مما يعني ضرورة هكذا أبحاث للوصول إلى نقاط الالتقاء بين المسلمين بعيداً عن تأثير المتطرفين والمغالين وكشف أحقاد المجوس وتنجيمهم وكانوتيتهم التي اختطفت التشيع والتسنن وبقيت تؤسس للثأر من الإسلام وقادته.